الذي كان يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا، يعرف لهم قدرهم ومكانتهم على حسب سبقهم في الإسلام. فهذا عمر وأبو بكر. حينما اختلف أبو بكر مع عمر وتلفظ أبو بكر بكلمات غليظة أغضبت عمر، ثم عاد إلى بيته أبو بكر وتذكر أنه أخطأ في حق عمر، فجاء إلى عمر معتذرا، ولكن عمر لم يقبل اعتذاره. نفوس بشرية، إن الصحابة ليسوا ملائكة وإنما هم بشر، وهذه الوقائع التي وقعت بينهم إنما وقعت لنتعلم كيف نقتدي بهم، حتى لا يتخذها أحد مطعنا وسبا في أصحاب أو عرض أصحاب نبينا. إن الله شاء أن تقع هذه الخلافات بينهم لنتعلم منهم كيفية الحكومة والصلح والرضا. جاء أبو بكر معتذرا إلى عمر فلم يقبل عذرهم، فعاد إلى رسول الله، وسرعان ما خطأ عمر نفسه، قال إن أبا بكر أتاني بنفسه ليعتذر ولم أقبل، فذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، فعلم أنه عند النبي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جالس والنبي متكئ، فلما رأى النبي عمر من بعيد جسى على ركبتيه وتغير وجهه، تغير وجهه. قال أبو بكر: حتى خشيت على عمر، فوقفت أمام النبي وقلت: يا رسول الله، والله أنا الذي أخطأت في حقه مرتين أو ثلاث، قل يا رسول الله أنا من أخطأ في حق عمر، يا رسول الله لا تؤذي عمرا، انظروا إلى المحبة والمودة. قال: فنظر رسول الله إلى عمر قال: يا عمر، لقد كفرتم بي وآمن أبو بكر، وترطموني وآواني أبو بكر، قال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووسعني بماله ووسعني في بيته، هلا أنتم تاركم لي صاحبي، هلا أنتم تاركم لي صاحبي. قال الصحاب: فما أوزي أبو بكر بعدها، إنه يعرف قدر أصحابه ومكانته، فإذا جئنا إليه على أنه بشر فهو أكملهم خلقا وأعظمهم لطفا وتلطفا، وإذا ما نظرنا إليه على أنه نبي فهو سيد الأولين والآخرين، وهو صاحب اللواء المحمود والعقد المعقود ولواء الحمد بيده، وأول من يحرق حلق الجنة، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع وأول مشفع، وإذا ما نظرنا إليه على أنه ابن فهو البار الذي يعرف حقوق الآباء والأمهات، بل والمراضع، بل والعجائز، بل والأعمى، الذي ما قابله في موضع إلا وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يقولها لابن مكتوم: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. إنه صلوات ربي وسلامه عليه الزوج الحسن، الشاب الحسن، الرجل الحسن، الابن الحسن، السياسي الحسن، القائد الحسن، كل جوانب العظمة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نتحدث عن ذاته ونحن الضعفاء، الذي أعيانا البيان وأعجزتنا الفصاحة والبلاغة؟